السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. راني مرحبا بكم كاملين، مرحبا بالضيوف كاملة، ماني مستثنية منهم حد. مرحبا بالضيوف كاملين، ماني مستثنية منهم حد. ولاني نطول، أنا هي المنظمة دي هذا المهرجان، غير راني معتذرة على قلة التنظيم، راني معتذرة لكم وطالبة من الحضور كامل عنه لا يمشي عن أغنية كادير هو ومنات الوطن، لا يعودوا عقب كلام الرئيس، غير بناعة الشمس لا يطيح. ما أنا نطول نطول الرئيس ومدير الحملة ونايبه يتكلموا، راني مسلم عليكم كاملات، راني مسلم عليكم كاملات انتم ماشي النساء، ومسلم على الرجال، وقايلة لكم عنكم انتم ماشي هما اللي تقدوا تبنوا الدول، وانتم ماشي هما اللي تقدوا، انتم هما اللي تقدوا تحروهم بلولاكم انتم، ما ذو الدول اللي بتناو ما يعود ما يخلقوا لولاكم، لولاكم انتم ماشي ما يعود الرجال خلقوا، ولحناتي العلايات ولحناتي المسلمات يلا نعودوا نقتداو محمد صلى الله عليه وسلم. اول حد دخل الاسلام كانت امراه، ما كان راشد، كانت امراه، كانت خديجته. اول مولي حد استشهد في الاسلام واللي كانت سميه. معناها عنا الحناتي يلا نعودوا نتبعوا على اخواتنا هذو وامهاتنا. يلا الحناتي مولي علايات موريتان، احنا هم اللي نبنوا موريتان، احنا هم اللي ننقذوا موريتان، نحن هم اللي ننقذوها مع مرشح الانقاذ الوطني، مع المرشح الانقاذ الوطني برام الداعبي. وطالبه منكم انتم كاملات العلايات عنكم يوم 22 لا تبقى منكم وحده ما وعات الخامسه مع الصباح وتوضات وصليت مدت ايجا المولانا وطلبت مولانا تنتقذ موريتاني من هذا الظلم اللي فيها. وباذن الله تعالى ظهرنا عن هذه 2019 ان شاء الله لا تعود سنه الانقاذ، 2019 ان شاء الله موريتان لا ينقذها مرشح الانقاذ الوطني، قال لا ينقذها لا بالعلايات، لين ما توقفوا انتم كاملات وتوقفوا عند المكاتب وتبكروا مع الصباح وتواعوا امناتكم واولادكم، عرفوا عنكم لا ان شاء الله انتم العلايات وهم اللي ليله 23 ان شاء الله لا تعودوا ان شاء الله تنقاد المسيرة من هون من بلاد هذه المحرقة المجيدة لا يقودوها العلايات إن شاء الله وبإذن الله تعالى. لحناتي العلايات هم اللي يقودوا إن شاء الله وهذه المسيرة إن شاء الله. ليلة 23 لحناتي هم اللي ينقذوا المسيرة، بنا لا ننقذوا إن شاء الله وطننا، لحنا لا نقروا أولادنا ونقروا أمناتنا، هذه الدولة ما تحجي قد يقري فيها أولاده، بين اللي القراية لابد من يخلص عليها ونحن فقراء ما نقدر نخلصوا على أولادنا، ما يقد حد منا يمرض، ما عاد لابد له من يمشي شور المغرب ولا تونس والناس ما عندها باش تخلص تمشي تداوي أولادها شور المغرب ولا تونس والله المغرب والله السنغال. معناها عنا ان شاء الله وهذا مرشح الانقاذ الدور ان شاء الله يصح التعليم ودور الصحه تصلح، غير لابد بكم انتم ماشي العلايات، نحن هم اللي نعود ان شاء الله ومشرفات ان شاء الله على الصحه والتعليم، نحن هم اللي نشرفوا على الصحه والتعليم، بلا نحن هم اللي نصهروا على اولادنا ونصهروا على اخوتنا واباتنا، الى مرضوا نحن هم السهر عليهم، العلايات انتم هم اللي سهر على اولادكم، وانتم هم عيالكم تنقذوا ذا الوطن، موريتان لابد من تنقذوها، ولا تنتقل ان شاء الله باذن الله تعالى يوم 22، ويلا تكونوا تبكروا كاملات شهر صناديق الاقتراع، لا تبقى منكم وحده، يلا تصلوا الصبح وتبكروا شهر صناديق الاقتراع، لا تبقى منكم وحده ما بكرت شهر صناديق الاقتراع، ولا تبقى منكم وحده ما اتصلت باهلها في الداخل والخارج. لا تبقى منكم واحدة ما تصلت بأهاليها كاملين وجيرانها، لا يفوتكم الإنقاذ، هاي السنة سنة الإنقاذ، ولين ما توقفوا انتم العلايات، الإنقاذ ما هو لا يخلف، والسلام عليكم ورحمة الله.